معكم جيسيكا خديدة، رح رفقكم على سيدة دوتنت. حلقات كلها عن العلم الجديد، يمكن كتير جديد عليكم بس هو صار له 2000 سنة. هذا علم سيني بيتميز بقراءة الوجوه. نحن هلا رح نحكي بهالحلقات الجاية عن وجوه، قراءة وجوه المشاهير اللي انتو خبيتوها. هذا العلم يعني هو اسمه مينيانغ تشيان، بعرف الاسم شوي غريب عليكم بس انا حبيت اتخصص فيه. هذا العلم بلش من 2000 سنة كطب صيني، كانوا يستعملوه الصينيين مشان يشخصوا الأمراض بنفس الوقت ليدرسوا شخصية الشخص. هلأ حالياً عم نستعمله كتير للتوظيف وحتى لنفهم، نساعد كتير الأشخاص ليفهموا حالهم. كمان صار جزء من الثيرابيتيك، يعني صار جزء من العلوم النفسية، كمان بيساعد الأشخاص.